في كركوك تستمر حملة كري وتنظيم المبازل والأنهر لتسهيل جريان المياه وتغذية الأراضي الزراعية ومنظومات مياه الشرب التابعة للمحافظة بعد أن توقفت عمليات التنظيف لمدة 5 سنوات بسبب سيطرة داعش الإرهابي على المناطق المحيطة بكركوك. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا محمد الصالح. لا طريقة لإيصال المياه إلى مناطق جنوب وجنوب غرب كركوك إلا من خلال الأنهر والمبازل، حيث تستمر حملة إزالة النباتات والترسبات من القنوات الإروائية حتى تجاوزت حاجز 500 كيلومتر طول، ما يعني تنفيذ 60% من الخطة الحكومية لكريها بالكامل. نحن الآن في قاطع دقوق، والخطة الإجمالية في قاطع دقوق 143 كيلومتر طول، والمنفذ لحد الآن تقريبا 125 كيلومتر أي بمعدل 90 كيلومتر طول، ونقوم بتطهير المجداول والوديان والأنهر، ونعطي الأهمية والأولوية لهذه الجداول لتسهيل جريان المياه وإيصالها إلى المستفيدين. وقد بلغت نسبة الإنجاز لغاية تاريخ اليوم تقريبا 65%، أي ما يعادل تقريبا 620 كيلومتر طول. مزارع الفلاحين ومنظومات إسالة مياه الشرب كلها تعتمد على ما يجري في هذه الأنهر، ففي فصل الشتاء وعند غزارة الأمطار يؤدي وجود هذه النباتات إلى تضرر المزارع من خلال غرق المحاصيل، أما صيفا فتكون المياه عرضة للتلوث نتيجة الركود لغرض عدم ارتفاع منسوب الماء إلى الأراضي الزراعية، وبالتالي هدف هو تنظيف الماء لموسم، خاصة موسم الشتاء. ارتفاع منسوب الماء يؤدي إلى غرق الأراضي المجاورة لهذه المبازل، كالري، تنظيف المبازل، تنظيف المشاريع، فتح المياه المشروع في وقتها، هذه كلها بصورة عامة يأثر على محصول الزراعة بشكل عام. يعني سيطرة داعش وعمليات التحرير ثم الأحداث الأمنية المتلاحقة أسباب أدت إلى عدم تطهير القنوات الإروائية لأكثر من 5 سنوات، لكن العمل بدأ مجدداً في عموم شبكات المبازل. من داقوق جنوب كركوك، محمد الصالح، قناة دجلة الفضائية.